فرض تحالف دعم الشرعية في اليمن واقعا جديدا على الأرض من خلال استهداف معسكرات حوثية في عدة جبهات دابت الميليشيات الإرهابية على التحصن فيها منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014، حيث واصل الطيران استهداف مواقع لإطلاق وتخزين الصواريخ البالستية في صعدة وشمال عمران إثر معلومات استخباراتية رصدت وجود القيادات الحوثية في مقرات داخل محافظتي صنعاء وصعدة. وقد شملت غارة التحالف في صنعاء مقر الأمن السياسي إلى جانب نقاط تفتيش وضعت من الميليشيا بهدف عرقلة المدنيين والتضييق عليهم. وفي محافظة صعدة أكد مراسل الإخبارية بأن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما جديدا في مديرية إكتاف بتحرير العديد من المناطق والمواقع الهامة في محافظة صعدة، وأفادت مصادر عسكرية عن تمكن وحدات الجيش الوطني من تحرير قرية ومدرسة الصوح وتبة السفينة ومواقع في وادي الفرع بعد معارك عنيفة كبدت الميليشيات الحوثية هزائم وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقد استمر التقدم الشرعية في الجبهات كافة، حيث وصلت مركز مديرية موزة وتم تمشيطها بالكامل ورفع أعلام الجمهورية اليمنية فوق المباني الحكومية، فيما لازالت المعارك العنيفة بعد مفرق الوازعية باتجاه مناطق وجبال العقمة والمجش والعرف التابعة للوازعية بعد هجوم للقوات اليمنية على تلك المواقع. يأتي ذلك فيما شنت القوات الشرعية المسنودة برجال المقاومة الشعبية هجوما عنيفا على أوكار ومخابئ الميليشيات الحوثية الإيرانية غرب مدينة حيس في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، وطهرت القوات العديد من المواقع والقرى والمزارع وأجبرت فلول الانقلابيين على الفرار مخلفة وراءها العديد من القتلى والجرحى في تلك المنطقة. كما شهدت منطقة السد بمديرية الملاجم في البيضاء معارك ضارية وسط تقدم كبير لقوات الجيش اليمني شملت الخط الواصل بين جبهتي الملاجم وعقبة القندع بمديرية نعمان أسفرت عن مقتل أكثر من 25 وأسر آخرين. وفي جبهة تعز جنوب غرب اليمن يسجل الجيش الوطني تقدما باتجاه المنفذ الغربي للمحافظة إلى ناحية البرح، والتي يسيطر الجيش الوطني على أجزاء واسعة من المنطقة وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين. وقد أعطت قيادة العمليات العسكرية في جبهة البرح مهلة لمسلحي الحوثي لإخلاء مدينة البرح المكتظة بالسكان دون قتال وتجنيب المدنيين الخسائر والانسحاب بأسلحتهم كما تقتضيه أصول وأعراف الحروب والقوانين الدولية في مثل هذه الحالات. عبد الرحمن الشاطري، الإخبارية.